تفتح باب التظلمات بشأن الحذف من دعم البطاقات التموينية. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية فتح باب التظلمات بشأن الحذف من بطاقات التموين بدءا من اليوم الخميس وحتى نهاية أكتوبر المقبل. وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين في اتصال هاتفي مع مباشر إن فتح باب التظلمات سيشمل كل المراحل الأربعة من عملية تنقية بطاقات التموين، خاصة الأفراد الذين تم حذفهم بشكل خاطئ أو ورد بشأنهم بيانات خاطئة بشأن محددات الاستبعاد من الدعم التمويني. وزارة الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو مدعوم من إيران. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران في محاولة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة. وأضاف العقيد تركي الملكي: الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن. وقال الملكي أن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في أرامكو يظهر أن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والبنى التحتية. المركز الإماراتي يسير على خطى مجلس الاحتياط الفيدرالي ويخفض الفائدة. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تخفيض معدل الفائدة تماشيا مع اتجاه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وذكر المركز الإماراتي في بيانه أنه قرر تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الخميس. الاحتياطي الفيدرالي يخفض معدل الفائدة وسط انقسام الأعضاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية للاجتماع الثاني على التوالي وسط انقسام واضح بين أعضائه على القرار. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيانه بشأن السياسة النقدية أنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75% إلى 2%. ترامب: لا توجد ضرورة للسحب من الاحتياط الاستراتيجي للنفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة في الوقت الحالي لاستخدام احتياط النفط الاستراتيجي لديها، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة إذا اقتضت الضرورة لاستقرار الأسعار. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك، فأسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير.